ميليشيا الحوثي تفجر قلعة القوباء بحجة وتعبث بدار المخطوطات بالجامع الكبير بصنعاء. لماذا تخوض الميليشيا حربا ضد كل ما يتعلق بالهوية اليمنية وتاريخ اليمنيين؟ وما هو دور المنظمات الدولية ذات العلاقة في حفظ التراث اليمني ومنع تدميره والإتجار به؟ أهلا بكم. أقدمت ميليشيا الحوثي على تفجير قلعة القوباء بمحافظة حجة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الثقافة بعدم المساس بالمواقع الأثرية والتاريخية للبلد وتجنيب تراث البلد الصراع القائم. خلال 5 سنوات من الحرب تعرض التراث اليمني والمتاحف والقطع الأثرية والمخطوطات إلى نهب وتدمير ممنهج من قبل ميليشيا الحوثي من جهة وتحالف الرياض وأبو ظبي من جهة أخرى. ميليشيا الحوثي سطت على المتاحف ودور المخطوطات والقطع الأثرية وأنباء عن نهبها وتهريبها للخارج في ظل عدم وجود رقابة أو صحافة حرة. ومع عجزة ميليشيا الحوثي عن تدميره تكفلت به طائرات التحالف مثل ما حدث في صنعاء وعدن وذمار وغيرها. كيف تأتي هذه الحرب في سياق استهداف الإنسان اليمني وهويته وتاريخه؟ وأين دور السلطات الحكومية واليونسكو والجهات المهتمة بحفظ التراث الإنساني؟ بعد تدميرها لحاضر البلد وتهديد مستقبله، ميليشيا الحوثي تحاول طمس تاريخ اليمن وتدمير معالمه التاريخية ورموزه الحضارية. قبل أيام فجرت الميليشيا قلعة القوباء الأثرية بمحافظة حجة. يأتي هذا بعد تحذيرات وزارة الثقافة من استمرار الميليشيا بالعبث بمحتويات دار المخطوطات في الجامع الكبير بصنعاء وفرضها لأشخاص من خارج الوزارة كمشرفين على الدار وترهيب وتهميش الموظفين العاملين فيها. المنظمة العربية للتربية والثقافة نددت أيضاً بما تقوم به ميليشيا الحوثي من عمليات مصادرة وإتلاف للتراث الثقافي اليمني وإخفاء وتهريب المخطوطات القديمة والنادرة من المتاحف والمواقع الأثرية الواقعة تحت سيطرتها. ومع القبضة الأمنية للميليشيا وعدم وجود صحافة حرة، لا يعلم حتى الآن حجم النهب والدمار الذي تعرضت له المتاحف والمواقع الأثرية في اليمن بالنظر إلى الأنباء التي تتحدث عن ازدهار تجارة تهريب المخطوطات والقطع الأثرية للخارج. يشد اليمنيين إلى التاريخ السبأ والحمري ويجعلونهم يقدسون ويعظمون بدايا أعمدة في مارب أو في آثار دولة إسماعيل أو آثار دولة سبأ في مارب وفي الجو وفي غيرها، وأن هذا هو تاريخنا وأننا كنا أصحاب حضارة وكنا. حرب ثقافية موازية يخوضها الحوثيون ضد اليمنيين وكل ما يتعلق بتاريخهم وحضارتهم في استهداف واضح للهوية الوطنية التي عمل الحوثيون على تجريفها منذ اللحظة الأولى للانقلاب، وهو عمل ممنهج يأتي في إطار جهود الميليشيا لغرس فكرها الطائفي ومحو كل ما يخالفه. ليست ميليشيا الحوثي وحدها من تستهدف المواقع الأثرية والتاريخية، فقد أقدمت مقاتلات التحالف على قصف العديد من المواقع الأثرية أيضاً كمدينة صنعاء القديمة والمتحف الحربي بعدن ومتحف ذمار وكوكبان وغيرها من المواقع. مخاوف ونداءات يطلقها ناشطون من أجل حماية التراث الثقافي والتاريخي لليمن، فيما يخشى أن يتسرب كل الإرث الحضاري وينتهي أثره في لحظة مختطفة من تاريخ البلد سيطرت عليه فيها ميليشيات طائفية تخاصم كل ما له علاقة بالهوية اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامي الأستاذ عبد الله الحرازي عبر سكايب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور عليكم وعلى السادة المشاهدين، وشكرا على فتح هذا الموضوع المهم والمؤلم أيضا. أهلا بك أستاذ عبد الله. وبداية هل حدثتنا حول ما تعرفه عن ما يقوم به الحوثيون خلال 5 سنوات من تدمير ممنهج للتراث اليمني ومحاولة طمسه؟ حقيقة أن هذه الميليشيا السلالية الإمامية تستكمل واحدا من مهماتها، فهي مهمة الإمامة طوال التاريخ
هذه الإمامة التي بدأت على أنقاض الحضارة اليمنية وبدأت في تفتيت الهوية اليمنية منذ اللحظة الأولى، وهي تحاول استلاب اليمنيين وانتزاعهم من هويتها وفرض هوية جديدة، هوية كهنوتية عليهم، وهذا طوال التاريخ. الإمامة عملت على تدمير كل آثار اليمنيين في كل المناطق التي اجتاحوها. لاحظوا معي أن المنطقة التي يعني منطقة شمال اليمن منذ ما بعد دار الحجر إلى أن تصلي إلى صعدة أختي الكريمة، لم يعد هناك أي معلم، وأنت إعلامية وتعرفين أن لكل محافظة معالمها نعم وصورتها الذهنية لدى الناس، لكن في تلك المنطقة في عمران إلى أن تصلي إلى صعدة، هذه منطقة خالية تماما من كل الآثار والقلاع والأشياء العظيمة التي بناها اليمنيون الأوائل، لأن هذه المنطقة هي منطقة حرب دائمة، يعني دمرتها الإمامة وكانت الحياة فيها سجال طوال 1200 عام. وبالمناسبة تلك المنطقة هي من أثرى مناطق اليمن، فهي منطقة يعني الملكة اليمنية الشهير أسعد كامل، وهنالك يعني نشوان الحميري، ونشأ أحلام كثر، وذكروا كذلك كثير من المعالم والمآثر. فهذه واحدة من علامات الإمامة، أنها تبدأ أولا بطمس هوية اليمنيين وتحاول إحلال هويتها الجديدة. بعد ذلك استمروا من بعد تأسيس أول دولة إمامية ثم انحسارها، وهكذا دوالك التاريخ، كانت تقوم دويلات يمنية عديدة وتقوم بإعادة إنشاء المعالم وتقوم ببناء المساجد. يا سيدتي الكريمة، المدرسة العامرية على سبيل المثال، المدرسة العامرية وهي وما تبقى من إرث الدولة الطاهرية، وهي دولة نعم اتسمت بالعمران وبإنشاء الكثير من المصالح، كان أول من سعى في خرابها ما يسمى محمد بن أحمد الحسن صاحب المواهب، وهذا توفي عام 1130، فأراد هدمها لأنها في زعمه واعتقاده من آثار كفار التأويل، هكذا ينظرون إلى بقية اليمنيين أنهم إما كفار من قبل الإسلام كما رأينا في تقريركم الرائع ومداخلة حسين الحوثي، وهو يتحدث بغل وبحقد عن الحضارات اليمنية العظيمة التي تشهد لها يعني كل المؤسسات الدولية وكل المراجع الثقافية في العالم عن عظمتها، ويأتي شخص بليد مثل هذا الجاهل ويتحدث عنها بهذا الاستهتار. المدرسة العامرية على سبيل المثال، كان هذا صاحب المواهب، هذا أحد أعلام الكهنوت، أراد تدميرها لولا أن تدخل القاضي علي بن أحمد السماوي ومنعه، وقيل أن هذه المدرسة هي آخر ما بقي من عدة مدارس بنت الدولة الطاهرية. هذا هو أسلوب وسلوك الإمامة. ثم بعد ذلك يقومون ببناء الأضرحة والمقابر كما نراه اليوم، ويقومون بتجهيل الناس أو بدس سبهم وكهنوتهم في المناهج التعليمية بشكل متوازي كما يفعلون اليوم. نعم تخيلي أختي الكريمة، وأنا كنت من أحد كنت يعني شركتي في صنعاء تقوم بتوثيق أعمال تربية الجامع الكبير، كل ما له نعم. علاقة سنتناول الجامع الكبير بالتفصيل أستاذ عبد الله. التوسعات نعم، يعني بحكم أنك يعني دخلتم إلى لا داخل أتحدث الجامع. أتحدث نعم. سيدتي فقط عن محاولة طمس نعم طمس ما قبلهم. هنالك في حواف سقف الجامع الكبير مصندقات خشبية وتحتها آيات قرآنية تنتهي بذكر من أمر من الحكام اليمنيين من غير السلالة بأعمال الترميم في ذلك الوقت. تم طمس العامرية بالجص، واستغرق عملية ترميمها 20 عام. المسجد الأبهر تم يعني إزالة اسم من أمر ببنائه، وهي أميرة يمنية أيضا قديمة. هذا هو سلوكهم، عملية طمس وتدمير لمن قبلهم، وفقط إنشاء الأضرحة والمقابر وتجهيل الناس
أو فبركت معلومات مغلوطة لديهم ليسهل سوق الناس بالكهنوت وبما يسمون ما نراه اليوم من كذبة وفرية آل البيت وغيرها. إذن اسمح لنا أستاذ عبد الله أن نشرك في حوارنا هذا الأستاذ مصطفى الجبزي الكاتب والباحث عبر سكايب من فرنسا. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور عليكم. مساء النور عليك أستاذ آسيا ومساء النور لكل مشاهدي القناة الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. لو تتبعنا ما قام به الحوثيون خلال 5 سنوات من تدمير ممنهج للتراث، وأتذكر يعني حتى بعد الانقلاب مباشرة كيف قاموا بطلاء صنعاء القديمة باللون الأخضر، القباب هناك والجامع الكبير، مما كان أثار حفيظة الناس آنذاك، واستمرت هذا العمل الممنهج حتى الآن. في أي سياق تقرأ ما يقوم به الحوثيون؟ نعم، الحقيقة أن اليمن الآن تشهد حربا شرسة أو غروس، وهذه الحرب الأهلية تتمركز حول بالتأكيد حول السلطة، لكن الهوية هي أحد العوامل الرئيسية في هذه الحرب، وبالتالي يتعرض التراث إلى انتهاكات جسيمة من كل الأطراف المشتركة في الحرب. عادة كل الأطراف ترى أنها صاحبة الحق المطلق، وبالتالي فإنها تحاول أن تطمس كل ما قبلها وتحاول أن تقضي على كل من ينافسها. الحوثية بطبيعة حركة إحياء دينية، وبالتالي لديها مشكلة في الأساس، لديها مشكلة في الجوهر مع التاريخ اليمني، سواء التاريخ الحديث والمعاصر أو التاريخ القديم، وهي ينسحب وهمها بالاستحقاق المطلق بالحكم نحو الاستحقاق المطلق أيضا بإعادة صياغة الإنسان اليمني وهويته وخطابه. وبالتالي ما يتعرض له التراث اليمني على يد أكثر من طرف مشكلة كبيرة وكارثة حقيقية، ولا يستطيع أحد الآن إيقافه، لأن الجميع منشغل أولا بإلهاءات الحرب والبحث عن موارد، وبالتالي يلجأ الجميع إلى التراث، خصوصا الجماعات الخارجة عن السلطة والتي ليس لديها التزام قانوني ولا عندها حس دولة، تلجأ إلى الموارد المادية التراثية لتتزود بموارد وأموال فتبيعها دون أي اعتبار. وهناك مشكلة، التراث اليمني عموما هو يمتد إلى ما قبل الإسلام إلى مراحل بعيدة، هذا الشيء لن أدخل فيه بالتفصيل، لكن مشكلة الجماعات الدينية هي أن ترى أن الإنسان أسس ابتداء من لحظة الإسلام وتريد أن تنفي وأن تتخلص من كل ما سبق. فنجد أن الجماعات المتشددة أيضا تحاول أن تهدم كل الأشكال الأخرى التي كانت سابقة عليها، وترى أنك القبور في الأضرحة شكل من أشكال الشرك، وبالتالي لا تتحسب لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة المادية والبعد التاريخي لهذه الأماكن والأعيان. وبالنسبة للجماعة الحوثية لديها إشكالية كبيرة مع التراث ككل، وتريد أن تزيله لأنها تريد إعادة تأسيس الإنسان اليمني وفق رؤاها الخاصة، وتعيد صياغة القداسة الموجودة سواء ماديا أو معنويا وفق نظريتها في الحكم ونظريتها في السياسة ونظريتها في المجتمع. نعم، إذن هل أيضا يمكن قراءة ما يحدث أستاذ مصطفى أنه استهداف ممنهج يتعلق بهوية الإنسان، هوية الإنسان اليمني وتاريخه وحضارته؟ بالطبع، الجماعات التي لا ترى رؤى أخرى غير رؤاها تحاول اكتساب كل ما حولها، وبالتالي جماعة كالحوثية هي الفاعل الأكبر في المشهد اليمني والفاعل الأكبر في الدمار والتخريب في المشهد اليمني. لا ننكر أن هناك أطراف أخرى أسهمت في النيل من التراث اليمني المادي وغير المادي، لكن نحن نتحدث عن الحوثية أكثر بمقدار ما أصبحته من ضرر على التراث المادي اليمني وعلى الموروثات والمكتسبات، سواء في بعدها السياسي أو التاريخي أو الاجتماعي أو الثقافي. نتذكر أن الحوثية كما قلت هي حركة إحياء، وبالتالي تستمد وقودها من إرث سياسي دخل في صراع مع المكونات اليمنية ومع التراث اليمني منذ تأسيس الزيدية في اليمن. ويمكن أن نتفهم كثيرا، يمكن لا نتفهم، ولكن يمكن فهم كيف تم إخفاء بعض الكتب الرئيسية وبعض الأعمال المهمة في تاريخ اليمن. ويمكن العودة إلى بعض الشخصيات المهمة كنشوان الحميري أو الهمداني، الذين
أرادوا أن يعيدوا بناء الذات اليمنية ويعيدوا اعتبار مفهوم الحكم انطلاقا من تراث يمني قديم، لكن المسألة لم تكن سهلة وحالت صراعا كبيرا وللأسف لم يوفقوا كليا، لكن بقت أثارهم مهمة. وعموما فعلا هناك عمل ممنهج، والتصوير المسجل للحسين الفتي مؤسس هذه الحركة يؤشر بكل وضوح إلى وجود عداء لدى هذه الجماعة مع كل ما هو يمني، وتريد إعادة صياغته وفرمتته كليا وفق مسلماتها الخاصة بها، وكثير منها هي واحد لا تأخذ بعين الاعتبار التشارك والتعايش مع ما قبل ومعه موجود. هي ترى أنها فرقة نهجية بشكل أو بآخر وتريد القضاء على كل ما حولها، ولا تأخذ ولا لا تحترم الآخر ولا بولوته ولا أبعاده التاريخية، تريد أن تبني مجتمعا ذي بعد واحد فقط لا غير، لا يهمها أن كيف كنا من قبل أو كيف سنكون أيضا، هي يهمها فقط لا غير أن تفرض لحظتها هذه الراهنة وقرؤية ضيقة جدا لا تختلف عنها عن جماعات مصطرفة كالقاعدة أو داعش للأسف. إذا اسمح لنا أستاذ مصطفى وأنت كذلك أستاذ عبد الله بانضمام الأستاذ عبد الله باكدادة نائب وزير الثقافة عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور عبد الله. حذرتم في وزارة الثقافة ما يقوم به الحوثيون تجاه التراث اليمني، ربما آخرها تفجير قبة أو قلعة القباء في حجة، ما هي التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر لقناتكم هذا الاهتمام، لأنه هذا الموضوع حيوي ومهم جدا، لأنه يمثل تاريخ ليس يمني فقط ولكن تاريخ إنساني، باعتبار أن الثقافة المادية المتمثلة في يعني سواء الآثار من المباني والقلاع والحصون أو الآثار التي يتم عرضها في المتاحف والمخطوطات وغيرها. وبالفعل ميليشيات الحوثي تحركت ويعني نجحت في انقلابها على السلطة في صنعاء، كان التركيز الأكثر بالنسبة لهم يعني هو يعني محاولة تدمير هذا التراث التاريخي، سواء كان بمفهوم ديني خاطئ باعتبار يعني تصنيف هذا النوع من الأثر تصنيف سيء مع الأسف، أو كان بهدف الاتجار باعتبار أن الحروب تكون ساحة خصبة لتجار الأثر، وهذا ما جرى. ومؤخرا طبعا يعني تابعنا موضوع يعني تدمير القلعة التي أصدرت وزارة الثقافة بيانا شجبت فيه فعل كهذا يؤدي إلى تدمير تاريخنا وتراثنا الإنساني. وبالفعل كان هناك تجاوب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليكسو، وكذا أيضا من منظمة اليونسكو التي تهتم بالتراث الإنساني، وكان هناك الكثير من الشغف. طبعا هذه المرحلة لربما لأنه هذه الميليشيات يعني لديها بعد عقائدي ولديها بعد مسلح أيضا باعتبارها أيضا موجودة على الأرض، قد نجد صعوبة في أننا نحاول مثلا أن ننقذ يعني مثل هذه الأشياء في مساحات أرض هي تحت يديها، ولكن لابد من متابعة حثيثة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الظروف. وبالفعل كانت هناك يعني كثير من التجار الذين حاولوا تهريب آثار ومخطوطات يعني تم القبض عليهم سواء كان في مطار القاهرة أو عبر المنفذ البري إلى عمان، وتم التحفظ على واسترجاع بعض الأشياء يعني. ولكن أيضا تظل هناك نصيب كبير من هذه الآثار والمخطوطات. هل لديكم خارج اليمن؟ هل لديكم حصر بجميع المقتنيات الأثرية والمخطوطات التي تحت سيطرة الحوثيين دكتور عبد الله؟ والله طبعا هناك صعوبة بالنسبة للمواقع التي تحت سيطرة الحوثيين، ولكن في الفترة الأخيرة أصدر معالي وزير الثقافة الأستاذ مروان دماج قرارا بتشكيل لجنة من مدراء الأثر والمتاحف في كل من عدن ولحج وتعز، يعني وسعوا وسعى الجميع
إلى إعداد القائمة الوطنية التي أطلق عليها بالقائمة الوطنية في جزءها الأول. وأنا حضرت اجتماع حقيقة في تونس حول هذا الموضوع، وكان هناك اهتمام بالغ من المنظمة العربية للعلوم والثقافة الإلكسو التي أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا حقيقة، ودعت وبادرت دولتين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم المالي نتيجة للظروف السيئة التي يعيشها اليمن في هذه الأيام، سواء كانت ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. ونحن يعني نتابع الأحداث يوميا هناك، ولكن هذه القائمة بالفعل طبعا في جزءها الأول قد صدرت، ولكن هناك جزء ثاني وثالث نسعى في هذا الاتجاه. ووعدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو بتقديم الدعم أيضا للاستمرار في إصدار القائمة الوطنية. ربما يتضح موقف المنظمة العربية للتربية والثقافة الإلكسو، لكن دعنا نتساءل عن مواقف اليونسكو وبقية المنظمات الأممية الدولية ذات العلاقة. لما لا نجد لها موقف واضح من مما يحدث للتراث؟ اليونسكو يعني كان موقفها واضح حقيقة في التنديد بأفعال الجماعة الحوثية في صنعاء وتفريطها في التراث المادي الثقافي، يعني عبثها بالآثار والمخطوطات. بطبيعة الحال هناك أيضا منظمات دولية مختلفة يعني تسعى جاهدة لتقديم الدعم للحفاظ على هذا الموروث، ولكن أيضا هناك تجار حروب يسعون بكل ما أوتوا من قوة ويبحثوا يتحينون الفرص يعني الكسب المادي، غير عابئين بأن هذا يمثل تراثا إنسانيا للبشرية جمعاء. نعم، إذا ماذا عن المواقع التي تعرضت للتدمير من قبل التحالف، صنعاء القديمة والمتحف الحربي في عدن وفي ذمار وغيرها من المناطق دكتور عبد الله؟ طبعا الحروب تأتي على مواقع كهذه، ويعني منذ دخل الحوثيين إلى عدن حصل هذا التدمير، سواء كان في المتحف العسكري في عدن أو في فرع المركز الوطني للوثائق أيضا في كريتر في شارع العيدروس، وكما سمعنا أيضا يعني المركز الوطني للوثائق في صنعاء أيضا تعرض لعبث من هذا النوع. الجامع الكبير بتاريخه الطويل ومحتوياته المخطوطات والكتب، ونحن نعرف أهمية هذا الجامع الكبير باعتبار أنه اليمن غنية بمواقع الحفاظ على المخطوطات والكتب، مثل مكتبة الأحقاف في تريم، مثل مكتبة السعيد في تعز، الجامع الكبير في صنعاء، دار الكتب أيضا في صنعاء. يعني مع الأسف الشديد في ظروف مثل هذه الظروف التي يعيشها اليمن تتعرض هذه المواقع التي تتكئ عليها الثقافة اليمنية والحضارة اليمنية. نعم، ولكن سؤالي كان نعم سؤالي عن هذه الأماكن التي تم تدميرها أيضا من قبل التحالف، يعني الحوثيين والتحالف على هذا التراث دكتور عبد الله. يعني نعم أعلم أن الحروب يعني البلدان تدفع الثمن، ولكن في ظل حرب بتقنيات عالية وبإمكانيات مهولة يفترض أن يتم تجنب هذه المناطق حتى ولو كان هناك شبهة لوجود أسلحة أو متمردين، لأننا نجدهم موجودين في العروض العسكرية، لا أحد يتحدث أو لا أحد يقصفهم ويقومون بقصف هذه الأماكن، ذلك غير منطقي ويفترض أن يكون للحكومة موقف واضح مما يحدث. الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة تسعى جاهدة إلى تسخير كل إمكانياتها، ونحن طبعا أنتم تعرفوا أنه بعد يعني بعد دخول الحوثيين إلى عدم استيلائهم على وزارة الثقافة في صنعاء، وزارة الثقافة اضطرت أنها تنشئ وزارة جديدة. يعني نحن نعرف أنه كل الكفاءات ذات التراكم الثقافي موجودة في صنعاء، وبالتالي الآن باعتبار عدن العاصمة المؤقتة سعى الأستاذ مروان دماغ حقيقة إلى يعني تكوين وزارة جديدة، ولو ربما بخبرات ليست كالخبرات التي كانت موجودة في صنعاء، ولكن الكل يبذل جهدا في الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه، ومعروف أنه فاتورة الحرب دائما باهظة وتأتي على الطيب والخبيث، يعني معروف في حالات الحروب مثل هذا النوع.
نعم، إذن دكتور عبد الله كنت أتمنى أن تجيبني بوضوح أكثر حول ما قام به التحالف وكيف يمكن تعويض ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بكداد نائب وزير الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذن أعود إليك أستاذ عبد الله الحرازي. تحدث دكتور عبد الله بكداد عن موضوع مهم وهو موضوع الجامع الكبير وما يحويه من مخطوطات مهمة وقديمة وأثرية وتعد مرجعية حقيقة ليس فقط في يعني لليمن وإنما في المنطقة ربما. أنت تحدثتنا بداية أنكم تجولتم كثيرا في داخل الجامع، ما الذي يحويه من وجهة نظرك من يعني أهمية تراثية في هذا المكان؟ حقيقة هنالك مستويين أو هنالك جهتين في ذات المكان، جهة وهي تتبع الجامع الكبير تحديدا وتجمع فيها أوراق الأوقاف، أصول الأوقاف في مخزن يتوسط صحن الجامع الكبير يسمى قبة الزيت، وتم الاحتفاظ فيها بأوراق الأوقاف، وهذه واحدة من أهم الوزارات وأثرى الوزارات في اليمن. وإذا نحن نتحدث عن السطو على أوراق ملكية أوقاف الدولة في طول اليمن وعرضها، هذا مستوى. إلى جانب الجامع الكبير هنالك دار المخطوطات، وهو أكبر يعني مكتبته أكبر مكتبة للمخطوطات ليس فقط في اليمن وإنما في جزيرة العرب، تليها مكتبة المخطوطات في الأحقاف بتريم كما تفضل الأستاذ عبد الله بكداد. إضافة إلى مناطق أخرى، يعني نعرف أن اليمن واحدة من أثرى البلدان فيما يخص مجال المخطوطات، والعبث بهذه المخطوطات ليس فقط وليد الحرب، وإنما كما ترون نحن دولة بلا داتابيس، ليس لدينا قاعدة بيانات لما نمتلكه، وهذه واحدة من تبعات النظام السابق نظام علي عبد الله صالح الذي اتضح ايضا قبل عامين ان اركانه اركان ذلك النظام كانت اهم تجار الاثار في اليمن والمخطوطات، وهذه كانت معلومه شائعه بين الناس انما دون دليل، لكن عندما تمكن الحوثيون من دخول احد اركان نظام علي عبد الله صالح وهو قريبه مهدي مكولا راينا بام اعيننا مئات إن لم تكن يعني آلاف القطع الأثرية في منزله، وصادر كل ذلك الحوثي لا نعرف إلى أين، وهذه كلها آثار ومخطوطات خارج قاعدة البيانات المفترضة. من المؤسف اليوم أن نعلم عبر الأخ عبد الله بكداد أنه لا يوجد لدى اليمن داخليا حتى بين المتاحف يعني قائمة بالمحتويات، قاعدة بيانات للمحتويات المتاحف، وهذه مأساة ثالثة. إذن نحن أمام كارثة حقيقية، أمام تجريف مهول لثروة هذا البلد الثقافية، وهي ثروة إنسانية لا تخص اليمنيين فقط، يعني ستسائلنا الإنسانية عن ما لدينا وكيف أهدرناه سابقا وأثناء الحروب وتاليا. يتحدث الأخ نائب الوزير وهو صديق عزيز بالمناسبة أن الوزارة أنشئت من الصفر، نعم، لكن الكوادر كان يمكن التواصل معهم بشكل شخصي، هم أصدقاء وهم أساتذة ولديهم أيضا الحرص كما هو لدينا نحن كيمنيين على هذا الإرث، وكان يمكن التواصل معهم والحصول بطريقة أو بأخرى على قوائم بما لديهم. دار المخطوطات في صنعاء يضم أكثر من مليون مخطوطة حسب ما أتذكر، وأنا هنا أناشد الأستاذ عبد الملك المقحفي وهو كان آخر مدير للدار أعرفه شخصيا يعني إذا كان يسمعني الآن، بالإضافة إلى بقية الأخوة في صنعاء، أن هذا أمانة في أعناقكم، أمانة أجيال وأمانة إنسانية أيضا، نرجوكم بكل قدراتكم الشخصية حافظوا على ما تستطيعون أو على الأقل وثقوا ما نعرف أنكم بين فكي وحش مفترس لا يأبه لشيء سوى خرافة الولاية، لكن بإمكانكم بشكل فردي كما خلدت الأمم أبطالها في هذا المجال، كما خلدت أوروبا أبطالها الذين حفظوا
تراث الإنسانية فيها إبان الحروب العالمية الأولى والثانية. نأمل منكم أن تقوموا بهذا الدور احتسابا لله أولا ولهذا الشعب. نعم، إذن أستاذ عبد الله أقرب لهذه المخطوطات وهذه الآثار وهذه المعلومات وأكثر حرصا عليها ومرتبطين بها وجدانيا أكثر من أي أحد آخر. نعم، إذن اسمح لنا بالذهاب للأستاذ مصطفى الجبزي. أستاذ مصطفى، هذا تراث إنساني يخص البشرية لا يخص اليمنيين فحسب، لما لا يكون للمنظمات الدولية ذات العلاقة موقف واضح ويعني للاهتمام بهذا التراث، منع تهريبه، منع يعني قصفه سواء من قبل الحوثيين أو من قبل التحالف أو حتى الإتجار به هنا وهناك؟ لا أستطيع الحديث بالتفصيل عن الآليات التي تعمل فيها هذه المنظمات خصوصا لليونسكو، لكن لدي فكرة عامة. عموما هي تنتج خرائط للأماكن التي تصنفها تراثية والأماكن الحساسة والأماكن التي لا ينبغي أن تكون هدفا عسكريا أو تستخدم لأغراض عسكرية. وأظن أن التحالف قال مرارا أن لديه خرائط وأنه يتواصل مع اليونسكو بخصوص هذه الأماكن ويتفادى ضربها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أولا هذه المؤسسات هي كبيرة بحكم أهدافها والقيم لها، لكن ميزانتها محدودة قياسا بمؤسسات أخرى، ونحن نعلم أنها تشتغل بميزانية بسيطة. بالمناسبة لم نتحدث عن الميزانية التي كانت تخصصها الجمهورية اليمنية لحفظ التراث أو صيانة الآثار، وهي ربما أقل من 0.03% من إجمالي الميزانية العامة. لأننا يعني أمام رقم ربما هو من أقل الأرقام أو من أقل الميزانيات التي تخصها الدول لهذا الجانب، مع أن التاريخ أو التراث كان يمكن أن يتحول إلى قطاع استثماري مهم جدا ويدير مداخيل. عموما فيما يخص المنظمات الدولية، هي تعمل أكثر في أجواء آمنة وأجواء ليس فيها حرب، لكن تخيلي أننا أمام حرب أهلية وقتال أهلي وهناك تدخل إقليمي في هذه الحرب، وبالتالي الوصول إلى الأماكن والإسهام في تقديم الدعم التقني والموارد يصبح أصعب أكثر فأكثر. لا أحد يستطيع النفاذ إلى الداخل، وحتى المنظمات التي تعمل في الجانب الإنساني وهو أولوية قصوى لديها صعوبة كبيرة جدا في الحركة وفي العمل، كما نشاهد أنها تتعرض للكثير من المضايقات ويتم حرف المساعدات التي تقدم، وهي عموما مواد غذائية يجب أن تسلم إلى أفواه الناس وتقيهم من الموت ومن الجوع. نجد أن هناك من لا يأبى فيهم، ومؤخرا منظمات دولية أعلنت صراحة أن الحوثيين يفرضون عليهم قيود شديدة ويتلاعبون بالمساعدات، وبالتالي لا يأبهون بحياة الناس، فكيف يمكن أن يأبهون بما هو تراث مادي بالنسبة لهم؟ هذا ليس له قيمة إذا لم يكن عدو وإذا لم يكن وثيقة ضدهم في دينهم بعبثهم وبأنهم يمتلكون فكرا شاذا. نعم. أيضا كما أسلف المتحدثان قبلي، أن البلد لم تكن تملك قائدة موحدة ولا قاعدة بيانات مشتركة، ولم يتم أتمتت عملها، ولم يكن هناك شبكة مشتركة سواء من حيث الرصد أو المتابعة، وبالتالي الآن يصعب ليس من السهل رصد ومتابعة والحفاظ. للأسف أن التجارة بالسلع بالقيم التراثية المادية منها هي تجارة متجذرة لها أكثر من قرن، ربما كانت واحدة من أشكال الأبهة والفخر لدى المجتمعات الأوروبية في فترة الاستعمار، وبالتالي لا تزال تمتد هذه التجارة إلى حد ما. إذا رأينا كيف طريقة تشريع امتلاك وحيازة هذه القطع، فنجد أن هناك خللا. يمكن لدار مزاد أن يبيع ولا يحاسب، لا هو غير معني إلى حد ما، هو غير معني بأن يقدم دليل كيف وصلت إليه هذه السلعة، فيما بعد يتم توثيق هذه السلعة بأنها تابعة لبلد ما، لكن للأسف تتم التجارة بشكل مفتوح وهذه كارثة. أظن أن هناك جهود تبذلها وزارة الثقافة لاستصدار تشريعات من بعض الدول خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجريم الاتجار، وأيضا لترصد عمليات التهريب والبيع. عموما إذا كانت المسألة ستؤول إلى مجرد بيع، ربما سنكون في يوم ما بلدا مستقرا ويستطيع أن يطالب بحقه ويستعاد. الكارثة أن يتم التدمير والسحب والإلغاء. وعموما للأسف في تاريخ الجماعة الحوثية في إرثها، هي ليست مباشرة ولكن في إرثها لديها تجربة مع السحق
جماعه اختلفت معها وتسمى المطرفيه. نعم اذا وسحقتها ماديا ومعنويا والغتها تماما، وهذا ما نخشاه ان يتم فعلا احراق كل الكتب والمخطوطات والاثار الماديه، وان يهتم المتحاربون فقط في جني المال. يشترك في هذه المساله ضباط، يشترك فيها تجار، يشترك فيها سلاسل كبار، ومكافحتها تحتاج تعاون دولي كبير جدا. نعم، أنقل هذه المخاوف لضيفنا الآخر دكتور محمد جميح، ولكن بعد أن أشكرك مصطفى الجبزي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب من فرنسا، وأرحب بضيفي عبر الهاتف دكتور محمد جميح سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو من باريس. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. إذن بداية دعني أسألك حول متابعتكم لما قام به الحوثيون من تفجير لقلعة القوباء بحجة. طبعا يعني هذه ليست أول جرائم كما هو معروف، وكما ذكر الأخ مصطفى، الحوثيون يجب أن نعترف بأن لديهم موقفا من التاريخ اليمني ومن التاريخ الإسلامي بشكل عام. نعم. لديهم موقف هم لا يخونه، ولا ضمن الموقف المذهبي والطائفي في المنطقة من التاريخ العربي والإسلامي. وقبل أسابيع يعني منع وفد وزارة أو منع موظفو عفوا وزارة الثقافة اليمنية الذين في صنعاء، لا نتكلم عن موظفين خارج صنعاء وإنما موظفو وزارة الثقافة في صنعاء، منعوا من الدخول إلى وممارسة عملهم في دار المخطوطات وفي مكتبة الجامع الكبير في صنعاء. وطبعا رفعت وزارة الثقافة اليمنية إلى اليونسكو بذلك. نحن نخشى من أن تتعرض المخطوطات التي وضع الحوثيون يدهم عليها في دار المخطوطات وفي مكتبة الجامع الكبير، نخشى أن تتعرض للتلف أو للإخفاء، لأن هناك بعض المخطوطات التي لا تتواءم مع التوجهات الأيديولوجية والطائفية للحوثيين، وبالتأكيد أنهم سوف يتعاملون معها بطريقة أو بأخرى بما لا يدع مجال للشك بأنها لن. إذن يعني هذه المخاوف الذي طرحتها والذي طرحها أيضا كل من الأستاذ عبد الله والأستاذ مصطفى الجبزي، كيف يمكن تجاوزها أو كيف يمكن الحفاظ على كل هذا التراث الموجود في الجامع الكبير أو في غيره؟ نحن لدينا الآن يعني وسيلة وحيدة للتواصل وهي اليونسكو. اليونسكو هي المسؤولة عن الحفاظ على التراث العالمي بجانبي المادي وغير المادي أو المرئي وغير المرئي. الحكومة للأسف الشديد ليس لديها سيطرة على العاصمة صنعاء، أو لا يمكن أن تصل إلى هذه المخطوطات أو هذه الأماكن التي توجد فيها هذه المخطوطات، وبالتالي الوسيلة الوحيدة للتواصل هي أن يرفع الأمر لليونسكو. طبعا الخطوة هنا أن الحوثيين كما هو معروف لا يأبهون للتعامل مع الجانب الأممي ولا مع الأمم المتحدة ومع منظماتها بما في ذلك منظمة اليونسكو، ولذلك يواصلون سياستهم المنهجية في إخفاء وفي التخلص من كل ما يمكن أن يكون حجر عثرة ولو فكرية أو ثقافية أمام مشروعهم الطائفي في اليمن المتوائم مع المشروع الطائفي في المنطقة. لكن طبعا بإمكان اليونسكو أن يكون لديها نوع من الضغط السياسي. هناك مؤخرا افتتحت اليونسكو مكتبا فنيا لها في صنعاء، هذا المكتب المؤمل أن يضع على عاتقه مسؤولية التواصل مع العاملين داخل دار المخطوطات وداخل مكتبة الجامع الكبير، ولو تنظيم زيارة لهذه المخطوطات، لأنه حقيقة نحن لا نعرف ما الذي يجري ولا ندري أين ذهبت هذه المخطوطات نحن كجانب رسمي. المكتب اليونسكو في صنعاء يتحمل مسؤوليته بالتواصل مع الذين عينهم الحوثيون مشرفين على هذه الأماكن، لأنه للأسف الشديد قامت الجماعة باستبدال كل الموظفين التابعين لوزارة الثقافة في صنعاء وإخراجهم من العمل، وأتوا بمشرفين وثقافيين أو كما يسمونهم إلى هذه المخطوطات الحساسة للتعامل والإشراف عليها. وأنا أقول بأنه يعني ما لم تتحرك اليونسكو بشكل جاد، وهي قد أبلغت رسميا بالموضوع وأبلغت أيضا بقضايا أخرى قام بها الحوثيون فيما يخص
التهريب ونهب والسيطرة على كثير من القطع الأثرية التي هربت للخارج، والتي تأمل الحكومة اليمنية أن يتم التعاون بشكل بآخر لإرجاعها. ولدينا تجارب في المنطقة في كيفية إرجاع الآثار المسرفة، لكن فيما يخص هذا الأمر موضوع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، الحكومة لا تستطيع الوصول إليها، وليس أمامها إلا التواصل مع المنظمات الدولية للأسف الشديد للتواصل مع الحوثيين، لأن هذا جانب إنساني ليس له علاقة بالجانب العسكري أو السياسي. وجانب نعم، لكن الحوثيون لا يفهمون هذه النقطة أستاذ دكتور محمد، ولا يستوعب يعني، أو أنهم حتما يدركون ما الذي يعني هذا التراث الإنساني ويقومون بذلك عمدا. لكن كونك سفيرنا لدى منظمة اليونسكو مهتمة بهذا الجانب، ما الذي يمكن للحكومة تقديمه للضغط على اليونسكو للحفاظ على هذه الآثار وتراث الإنساني الذي للأسف الشديد يقع معظمه في يد الحوثيين؟ هو يعني للتأكيد على النقطة التي أثرتها الكريمة، أن الحوثيين اصلا لا يأبون بذلك. المؤسس الجماعة حسين الحوثي قال في شريط فيديو مسجل بانهم لماذا يتفخر اليمنيون بمجموعة احجار في معرض اصنام او تماثيل، بمعنى ان هذه الآثار اليمنية القديمة خاصة ما قبل الاسلام تمثل في فكر هذه الجماعة امتدادا للحضارة الوثنية او الحضارة اليهودية او الحضارة المسيحية في اليمن. واليمن ينبغي ان يتخلص من كل هذه المخلفات الوثنية التي كانت قبل الإسلام. هؤلاء ينظرون إلى ما قبل الإسلام بهذه الطريقة، وينظرون إلى تاريخ اليمن الإسلامي أيضا بطريقة أحادية، بمعنى أن ما لا يتوافق مع توجهاتهم لا يتعاملون معه بشكل إيجابي. لكن بالعودة إلى سؤالك حول ماذا يمكن عمله، اليمن وقعت مؤخرا على اتفاقية جنيف 70، وهذه الاتفاقية تخول الحكومة اليمنية والدول الموقعة على هذه الاتفاقية ضمن اليونسكو تعطيها الحق لاستعادة آثارها المنهوبة. لكن طبعا هذا مشوار طويل بالنسبة للآثار التي نهبت، ونهب الآثار وتهريبها وسرقتها هو جانب من الجوانب المتعددة للدمار الذي تتعرض له الآثار اليمنية. لكن في هذا الجانب بالذات يمكن الحكومة اليمنية، إذا على سبيل المثال إذا ما وجدت قطعة على سبيل المثال تعرض في مزاد عالمي في باريس، يمكن من حقي أنا أن أتواصل مع الخارجية الفرنسية وتواصل مع الداخلية الفرنسية من أجل إيقاف هذا المزاد أو تعطيل هذا المزاد. لكن أقول بشكل واضح أننا يمكن إذا وجدت قطعة أثرية يمنية في متحف دولي، هذه يمكن أن تكون على الرغم من أنه يجب أن تكون هذه القطعة في بلدها في اليمن، لكن حتى لو وجدت في متحف عالمي فإنها تظل في يد آمنة. الخوف ما هو أكبر أن تكون هذه القطعة أو أن تسرب أو أن تباع لمحبي الآثار ومقتني الآثار من التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين يقتنونها في أماكن خاصة في بيوتهم على سبيل المثال، وبالتالي لا يستفيد اليمن منها لا على الجانب الترويجي والسياحي ولا على جانب أن تنسب هذه القطعة للتراث اليمني. وكثير من القطع المهربة للأسف الشديد هي يخشى مهربوها من أن تعرض في مجالات عالمية لأنها يمكن أن تصطاد وأن يتم توقيفها، ولذا يتم بيعها أحيانا إلى أصحاب الأموال يفاخرون بها كتحف في أماكنهم أو بيوتهم ونازلهم خاصة. إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جماح، للأسف لم يعد لدي مزيد من الوقت. سفيرنا لدى منظمة اليونسكو كنت معنا عبر الهاتف من باريس. عودة أخيرة وسريعة لك أستاذ عبد الله، برأيك هل هناك منظمات محلية أو دولية معنية بهذا الجانب وترصد هذه الانتهاكات بحق التراث الإنساني المادي واللامادي الذي تعرضت له؟ هذا ما نأمله، نأمل أولا من وزارة الثقافة أن تقوم بتوثيق مثل هذه الجرائم الثقافية والجرائم ضد التراث الإنساني الذي تمارسها الميليشيا الحوثية تحديدا وكل أطراف الحرب بلا شك، لكن بقية الأطراف تقوم بعمل دعيني أصفه بأنها أعمال حربية تحدث في كل المعارك، لكن ما تقوم به الجماعة الحوثية ممنهج. نحن نخشى أن نرى آثار اليمن كما رأينا أقدم توراه في الشرق، توراه يمنية رأيناها بيد بنيامين نتنياهو وتم تهريبها بعلم الحوثيين وبدرايتهم وبتنسيقهم. نخشى أن نرى مصحف علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي خطه
بيد يده، وهو من أقدم المصاحف في العالم، موجود في مكتبة الجامع الكبير، أن نراه بيد خامنئي مستقبلا، إضافة إلى ما تفضل به الأخوة من مسألة تدمير ما لن يستطيع تهريبه أو بيعه أو يعني الاتفاق الفكري معه. إذن لديهم لدى هذه الجماعة يعني كره لكل ما في اليمن، سواء كان إسلاميا أو عربيا أو حتى يعني من قبل الإسلام في الحضارات اليمنية أو حتى من الديانات الأخرى، كما رأينا مع اليهود الذين قاموا بتشريدهم من يهود آل سالم إلى آخر يهودي ذهب حاملا التوراة منتقلا من مطار صنعاء. أختي الكريمة، هذه الجماعة الإجرامية الفاشية تعدت في إجرامها حتى الجماعات الإرهابية، هذه الجماعة التي تحصنت في مدينة صعدة التاريخية والتراثية القديمة لعدة أشهر ودكتها دكا، وكان بإمكان مقاتلي حسين الحوثي أو عبد الملك الحوثي، كانوا في تقريبا في الحرب الرابعة، كان بإمكانهم الانسحاب وتجنيد مدينة صعدة الدمار، مدينة صعدة التاريخية التي يعني حاولت الهيئة العامة للآثار إعادة ترميمها وترميم أسوارها، وحاولت بقدر المستطاع استعادة ثامنية للزمن، لكنها وقعت في يد الحوثي. الحوثي أيضا الذي أفرغ المتحف الحربي في صنعاء من محتوياته ليعلق آثار مقاتليه المجرمين الذين هلكوا في شعاب وجبال اليمن. هذه الجماعة أيضا التي يعني لا تألو جهدا في تدمير أي معلم يمني، تريد أن فقط يعني أن تستبدل الهوية التاريخية بهويتها، يعني أن تدمر صعدة وقلاعها ومدنها التاريخية لتصنع ضريح لحسين الحوثي، كما رأينا بأم أعيننا. نحن يعني أمام حرب ثقافية، وهي واحدة من مسارات هذه الحرب، لا تخفيها هذه الجماعة، وتشكل لها الجبهة الثقافية كما هو معروف، ومعروف من يديرها، شكل لهذه الحرب أيضا مسار تربوي باستبدال المناهج وبفرض، يعني الآن أدخلوا الرسي إلى المناهج، وأدخلوا بقية أعلام الكهنوت الإمامي إلى المناهج، نعم. وحاليا يعملون أيضا على إنتاج المسلسلات الممجدة لهذا الرسي وهؤلاء، بينما الجانب الآخر يكتفي بالتنديب. إذن شكرا، وشجبنا وطلبنا، وهذا يعني قصور كبير. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحرازي الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.